حمارة هو كيف تبيعوهم على عبيد؟ عبيد ايه يا عبيد؟ انا اوعى اوعى انا اللب ايه؟ انا من مصر ومن دنيا يا عم الحاج، يعني السيدة زينب ولا انا كفار على نفسكم يابا؟ انا من السيدة زينب يا عم الحاج. يا محمد رسول الله صاهن ايها العبد. يا عم صاهن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزلكم هو بتاعكم ده. اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد. ايه ده ابو لهب ده ولا ايه؟ ابو لهب؟ ايوه ابو لهب. اوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك ان تذم نفسك قبل ان اعملها معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول، بلا ماذا بقول. الله، ايه يا عم الحاج انت ايه؟ هو سكتنالو دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه، مالكش ارضيه عند البني ادمين، لا في الشيك ولا في الشعبي. لهجتك غريبه جدا. إذا سأشتري العبد والجارية وهذا الرجل أيضا ب1500 دينار. إنني لا أعرفه ولقد كنت أبيع ابنة أخي. يا جدي أنا أعرفه يا عم، أنت أبو لهب أنا عارفه. إيه يا عمو ده؟ إحنا قرايب يا عم، ده هريسة، ده مضيع النسوان بتاعت العيلة كلها. حلال عليك، سأحر لك الصك في الحال. خذ هذا. ايوه، وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن اصله وفصله من فين؟ صاحن يا عبد السوء، لا تتطاول على اسيادك، انه سيد قبيلة بني زرزور. قلت لك. قلت لك ايه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا ايه؟ صاحن يا عبد السوء. يا عم بلا صاحن بلا ايه بقى؟ تبلوهم. ايه تبلوهم دي؟ يعني ايه تبلوهم؟ انا ما تبلش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج، مش اللب اللي يتحط على الجريل. ايه اوعى يا عم الحاج، اللب ما يتسويش ابدا. ايه يا جدعان؟ ابويا وده ايه ده؟ حتى لا ياخذونك ويعذبونك. هو ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه ده هيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه؟ الحجر ده صاحن ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ هي الساعه كام دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ ايه ماذا تقول؟ عايز اجيب سجاير. انا اجيب سجاير منين دلوقتي انا؟ اصبط يا العبد، انك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولايش. خبير بالقوافي، يتلاعب بالكلمات، يتنقل بين مفرداتها ومرادفاتها كما يتنقل العصفور بين الأغصان. يعرف من بحور الشعر ما لم نسمع به من قبل، ولقد سحرنا بالأمس بقصيدته الرائعة دموع التمساح. مرحبا بخن بخن مرحبا بخن بخن مرحبا. لقد سمعت أنه يصول ويجول بحصانه كالفراشة ويضرب بسيفه كالنحلة. نعم، وقد سمعت يصرخ فيهم قائلا أنا من الألعة. ألعة؟ ما هي الألعة؟ لا أدري. سمعت أن اللمبية من قبيلة مهابة شديدة الركن. إذن سيأتون لإنقاذه. أخشى نادي روحه. فلترحمنا الآلهة. بالراحة عليها يا عم، بالراحة يا عم الكلب. الله صعبان عليا انت قوي قوي والله. بهدلك كده يا عم، انت بتضحك كمان. ابكي ابكي تبكي تبكي، ده انت هتخش النار راكب ريس وهيقطعوا فيك تذاكر ويتفرجوا عليك. ما هي التذاكر يا عم؟ اقعد بقى التذاكر، اقعد في البلكون. خسرتك يا لمبي، انت خدتي اسير، انت خدتي اسير يا لمبي، خدوك اسير يا لمبي. آه.
يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجه؟ ربطنا كده ليه؟ انا عايز افهم. اصمت اصمت يا العبد الحقير. طب على طريق هو انت تثرثر في لغو فارغ. انا اللي مثرثر برضو؟ ده انتوا العشيره كلها مثرثره. اصل دي يا زميل مش اخلاق كفار. يعني ينفع تربطنا كده؟ يعني خدت مننا الحمار وما اتكلمناش، ورحت واخد مننا السنجه وبرضك ما اتكلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل ايه احنا بقى؟ شش اصمت ايها الابله. انت الان عبد عبيدي، من حقه ان يجلدك ويحرقك ويقتلك. ليه عم يقتل مين ويسلك مين ويحرق مين؟ هو ايه؟ ودي هيصة ولا ايه؟ طب بس كده هو بس يفكني كتما عظما، اروح ظرفه دماغ في نص تفاحة ادم، انزل من ودنه دي تفاح والناحية التانية فيكها. انت ايها العبد فك قيودهم. انا مش قصدي، انا كنت بكلم عليه هو على فكرة. يعني انما انت حب السمر منين؟ ها؟ انا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكة؟ عارفه؟ ولا ابراهيم من المجنة؟ تعرفهمش؟ عارفهم انت؟ شفتك قاعد معاهم انا. البرابريتس ده مش غريب عليا. يا هذا الحبشة، انت شكلك من الحبشة. جيش الملك نعنان. اما الان فلتذهب الجارية الى الحريم. أمرك يا مولاي. يا عم أمك قلت طب كده يا عم هريسة. صاحبتك السلامة. صاحبتك السلامة؟ أنت بتودع كلب عندك؟ أيه صاحبتك السلامة؟ هو بصدق كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حتة تانية. ده نو قميص النوم يا سيدتي، يا سيدي. قميص النوم؟ أيوه. أما أنتم فلتذهبوا لخدمة الآلهة. هذا شرف لنا. إيه شرف لنا؟ ما هنعمل إيه في خدمة الآلهة؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الإله؟ ماذا يعني أشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني أشطفه؟ ماذا؟ أنت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. صمت! خذوهم! يلا أيوه بالراحة يا عم، بالراحة. أيوه أما لو مش شبه الكلب هتعمل إيه؟ أنت أيها العبد الحقير تعال. إذن فلتذهب أنت الآن. انظروا يا رجال إلى هذا السيف، إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي يصارع به الأسود. كانوا أسدين بل ثلاثة أسود، وإذ فجأة ظهر الفارس الليمبي وصرخ فيهم صرخة مدوية، فإذا بالأسود الأربعة تتحول إلى فئران. لقد سمعت أنه يأكل خروفين على العشاء. ها إذن لو استمر على هذا الوضع فسوف يقضي على القطيع الموجود بمكة، وستحدث مجاعة، ولن يجد صانع هذا السيوف ما يأكله فسوف يأكلنا. هيا رجال، من يريد أن يشتري هذا السيف؟ إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي قضى به وبضربة واحدة على خمسة أسود. إن الليمبي ساحر بالتأكيد، وقد قام بتعليمنا بعضا من ألعاب السحرية. أجل، وقد أعطيتني حماري هدية لنتجنب شر سحري. إنما أنت ما قلتليش يا عموه ما قلتليش أنت ليه بتشتغل عند الناس اللي هم الكفار الوثنجية دول؟ ما لقيتش ناس كده حلوين كده طيبين موحدين بالله كده تشتغل عندهم؟ يا لمبي يا ولدي، أيوة. نحن العبيد لا نملك حرية الاختيار فيما نريد، وكما يقولون اربط الجمل أينما يريد صاحبه. الجمل؟
يعني لحد ما وصلت لنا احنا بقت حمار. يعني انت ما بتعبدش ابو منا ده؟ هكذا وجدت ابائي واجدادي واجداد اجدادي. لا ايه يا عم في ايه؟ انت فاكرني عمال؟ لماذا يا عم تفكر ان انا اصيع عليك؟ لماذا؟ انا لا افهم ما تقول. ايوه ما هذا هو الدليل ان انت مش فاهم وانا مش فاهم. ورث العيله بتاع عيله ابو هريس الموروث كلها انهم ما بيفهموش بعض. لا انت فاهم بقي ولا انا لن افهم بقك. وده دليل الغباوه اللي هو ورث العيله في غباوه. بص انظر لتلك الذبيبه. انظر كل ديك الذبيبه. الذبابه الحمراء. تلك الذبابه الموجودة على كتف كل رجال بني مهروس. ايوه وانا كمان. ولكن من اي فرع من افرع العائلة انت؟ انا حفيد جد 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 جدك. سأصدقك القول. ايوه لقد اخبرني احد قارئ الطالع. ايوه بانني سألتقي بشخص من العائلة. ولكن في زمن غير ذي زمن. في زمن غير ذي زمن ازاي يعني؟ فين الكنز؟ الكنز. ايوه الكنز. يا ايوه ارجع كده بالذاكره كده، ارجع بالذاكره لمدارس قريش في الكفار زمان. ارجع وافتكر. بالطبع. أيوة. بالطبع الكنز موجود. أيوة. ولكن ابي قد اخبرني الا اخبر به احدا حتى ادخل في النزع الاخير. طب والنزع الاخير ده هيجي امتى؟ الإله وحده يعلم. يا عم ده قاعد بيحشش. انت بتقول ايه؟ ده انت بتعبد صخره؟ ما تعبد اي حاجه تلف المقطم غير دي. ماذا فين الكنز؟ في الحقيقه انا لا استطيع ان اخالف وصيه ابي. انتظرني حتى احتضر. يعني انت تحضر يعني انا عايز اعرف انت يعني ايه تحضر عشان انا اعرف منك مكان الكنز. ادبي ايدك اجيب زورك من جوه ولا غزك؟ يا عم الكنز فين؟ ابص ايدك عذبت. مولاتي تريدك. مولاتك مين؟ مولاتي كليبة. كليبة؟ كليبة. تا دي من الأردن دي ولا إيه؟ تا من الأردنية. بقول لك إيه؟ أنت افتكر فين الكنز؟ لحد أنا ما أروح لكليبة أشوف عايزة مني إيه؟ ها؟ وجه إيدك. بقولك ايه وليه هنا بقى قعدت الهوا دول الضم دول كده دول ليه منتشرين كده في قلب المنطقه بتاع كوريتش؟ نحن الكفار يا لمبي. ايوه اول من صدرناها. الراجل ده بيغيب فجاه كده عن الوعي. يا بنت بتاعت الكلاب عايز افهم دلوقتي انت جايباني ليه تاني هنا عند عيش البلبل؟ مولاتي تريدك. مولاتي كليبه. انت كل اللي طالع عليك طول السكه مولاتي تريدك. تعا معايا يا لمبي. تعا بطاطن انت. تعا معايا بطاطن. عمت ما ساب ايها الكفار. يا نهار اسود قناه التت باديه من هنا. فين محافظ قريش عشان يشفر الخيمه دي؟ يا نهار كفر. لبي كليبه. اريدك. تريديني فين؟ تعالى. تريديني فين؟ تعالى يا لبي. الراجل اللي باع الحمار قاعد هناك اهو ده.
يعني انت واخدني خزمة خيمة كبر الكي انا ولا هيا بينا هيا بينا تعال ايوه قعدة حلوة خلوة القعدة دي لوحدينا اهدى الله يسترك اهدى يقولون انك اصبحت عبدا لزيدون عبدا؟ مين اللي عبدا؟ الليمبي عمره ما يكون عبدا وما حدش يقدر يخليه عد عنده أبدا أنا قاعد عشان خاطر البيت اللي هناك وريسة قريبي إيه 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 لا تقلق لا تقلق أيوة سأشتريك وتصبح عبدي عبدك؟ يعني نخلص من زيتونة أجل الكلمة؟ لا الليمبي عمره ما كان حد يقدر يشتريه الليمبي ده واد حر كده منطلق تبص تلاقيه في كل مكان طاير كده ومتنطط اوعي اتنين في واحد انا اواه صحة 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 لمبي أيوة. او تدري لما ارسلت في طلبك او تعلم مدى شوقي اليك او تدرك كم عانيت في انتظارك صهن انا هارش ماذا تريدين ان تفعلي معي تريدين ان تعملي معي علاقه غرنيه غير شعريه اليس كذلك هو هذا ولا ايه لمبي انت شخص جذاب انا كذاب انا كذبت عليك بحاجه انا وعدتك باي شيء في الحقيقه وكذبت عليك بحاجه انت هتلبسني اي تهمه ولا ايه لا انت اسد غضنفر ليس شخصية جذابة أيوة نعرفه وأنت أيضا شخصية جذامة لمبي أحبك أحبك حب العبادة أبو أي حد يعد عندكم كده في روح تعبده يعني بالراحة شوية إذا أنت لا تبادل من الحب بالحب إذا أنت مش مسألة أبادلك الحب بالحب لأن مش لازم يكون في بيننا وبين بعض في النص في سيكو سيكو عشان خاطر تبقى العلاقة تبقى حلوة يا أحد يسر أن يرفض كليبة اهدي بس وحيد الله أنا رأس درق اهدي ده انت جميلة الجميلات في قريش ألا ده انت أمر ده انت إبليس نفسه يجي تحت رجلك ولك أبوس إيدك جوزي لا بلاش دي ها إبليس ما يقدرش يتكلم في حاجة فلنشرب نخبا اقترح نخب الصداقه الدائمه ايوه بس عندك على حاجه هو تكون دي خمرك خمره انه دي. نبيذ ايوه نبيذ يا لذيذ كيف تاخذ الانجليز شعر جديد شعر غريب يقولون انك شاعر أيوة. ماهر هيا قصيدة في محاسني أقول قصيدة في إيه؟ قصيدة في أيوة. محاسني وجمالي أيوة وأنثاتي أيوة أقول أوصف ماذا حبك عامل زي الإزازة والردعة في البزازة انتهت القصيدة؟ والبزازة معايا قصيدة رائعة قصيدة جميلة لم أسمع حتى جميل بثينة أو زهير بن أبي سلمة ده من بقية العيال دي التلاتة دول أبو سلمة بتاع الكبدة يقولون شعرا أيوة. فلننتهي من الكلام ولنبدأ بما أريد لا بص استني خبر شفت كنت حننسى أهم حاجة ثاني ودي دي اللي تيجي كبس كده مره واحده ابليس قبل ما يحضر لازم نجهز له الفرش بتاعه ازازتين بيره مشبرين كده مفلتين جايبهم من الدقي اخد ازازتين البريدلاشنول محطوطين عندي بره في قلب العربيه صف تاني والعربيه الازاز بتاعها مفتوح ها وراكن صف تاني والعربيه الازاز نازل بتاعها والسنتر كولوت مش موجود وبعدين نخاف العربيه تاخد بعد فهقفل الكولوت بتاع العربيه واجيب البيرة واجيدك بسرعة ها؟ جايدك حالا نوعت ها؟ جايدك ده نبصي هرنك كده عطل هتشوفي ما هذا الكلام الغريب؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ أقولك انت عندك بفرة اوتومان ولا رزلة؟ ها؟ البفرة عشان خطر للرولي
لو مفيش ما في جلد ماعز طب نلف فيه جلد ماعز او اي حاجه. ما هذا الرجل الغريب؟ لكن عندما تريد كليبة رجلا تناله. لا تتلكى يا لمبي. حاضر يا اسطى. بتريل كمان. كم انت جميلة ايتها الجارية، يا لروعتك. هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني ام يريد شيئا اخر؟ أريد شيئاً آخر. لا، أريد أشياءً أخرى. يا ابن معفنة، أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك. وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي. وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص؟ سأقول لك إنني أجيد تعليم الرقص. لمبي كيف تجرؤ على فعل؟ يا عم عبد، أغثني يا لمبي. يا بنت من الغوص، الغوص يا لمبي. أدرك يا بنت من الغوص، خلاص من تحت عينا يا بنت، تحت عينا لمبي. أغثني يا لمبي. ما هو يا بنت ما هو معاف، مش أنا قلت لك وعاف؟ مش أنا قلت لك وعاف؟ وأي حق؟ الله عمال كده الواد البت ده، الواد ده البت. لقد حاول تقبيلي. نعم حاول تقبيلي. يا بنت ما تقولي عمل، انت مش معتنعش عن العمل. تقبيلي؟ وده كده بقى كابتن زيتون. ولكنني قاومته وبشده. برافو عليك يا بنت رجوله. ليه كده؟ انت مالكش اخوات بنات كفار؟ انا لا افهمك. انها جاريتي ومن حقي ان اتمتع بها واقبلها. ايه قبلها قد ايه؟ يعني ايه قبلها؟ قلت لك. تاني؟ هي مرة واحدة يا لمبي. مرة واحدة يا كذاب، انت هتقول بص بتقول اتنين زي تاني. وبعدين بقى هقول لك على حاجة، ما الراجل ده برضك عنده حق، انت عندك حق. لماذا هذا؟ لانك انت من حقك ان انت تبوسنا معا الاثنين، لان احنا عبيد عندك، فيجب ان احنا نبوسك ويبوسنا. ايوه ماذا تقول يا لمبي؟ ايوه يبوسنا، ولازم تبدا بالبوس من عندي انا، هذا البوك. لا افهمك. من انا حقك على انا حبوسك انا، على حقك. وشايف ايه؟ ايه يا عم؟ هو شايف ارواح ولا ايه؟ انا فعلت يا لمبي انه زيتون. ما زيتون على نفسه يا هصه ولا ايه؟ سيقتلوننا. يا بنت اقتل مني يا بنت، واحده لازم تقفي حمايتي. سيعذبوننا. يعذبوا اللمبي؟ اللمبي بتاع الشهوه والحركات ده انا اللي كده يا بنت. سيمزقوننا يا لمبي. يا بنت يا بنت بنت، انت هتخطبني ليه؟ ومصيبتها. يا بنت انت يا بنت ما بالراحه. طيب وانا سيقتلك يا لمبي. اوقفوا الغناء والرقص. أظن أنكم جميعاً يا سادة قريش قد أسرتم من وراء قوافل التجارة، وأظن أنه قد بلغكم أن هناك لص قاطع طريق يدعى الأشرم البطار ينهب القوافل ويقتل الرجال ويسبي النساء والأطفال، وهذا يضر بمصالحنا جميعاً. أنا على استعداد أن أدفع نصف ما أملك، لا بل ربع ما أملك، كي نتخلص من هذا الأشرم. وأنا من الآن سوف أنظم الشعر في ذلك الأشرم وسأهجوه حتى يرجع عما هو فيه. الأشرم لن يرجع عما هو فيه ولو هجوته 100 عام. أجل، إنه قاتل عربيد. واللات والعزة، ليس لنا سبيل إلا الدعاء والكرابين. ما تقوله يصلح للجوار والعبيد. ليتني كنت رجلا حتى أذهب إليه بنفسي. إنه بشع، ليس في قلبه رحمة. وما الحل يا ترى؟ لا يوجد حل إلا أن نقتله. إنه يحتمي برجاله. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل رجاله. كلا البتة، إنهم مجرمون
ولا قلوب لديهم، وليس لنا أن نخاطر بأرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل معركة خاسرة. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا ونستريح. ولما لا نبحث عن طريق آخر للقوافل؟ جواسيسه سينقلون إليه خط السير الجديد وسيعود لنا بالقوافل. إذن لا يوجد حل. نعم لا يوجد حل. تباً لا يوجد حل. أنا لدي الحل. إذن يوجد حل. تكلمي يا كليبة، ماذا لديك؟ نرسل له عبداً من العبيد الأقوياء المشهود لهم من الجميع، فإذا قتل الأشرم كفانا شره، وإذا مات فهو عبد لا قيمة له ولن نخسر شيئاً. ونعم الرأي يا مولاتي. وهل يجيد العبيد القتال؟ في الآونة الأخيرة ذاع صيت ذلك العبد لدى بني زرزور. ما اسمه؟ أتقصدين الليمبي؟ الليمبي، يقولون إنه مقاتل ماهر. لقد سمعت عنه الكثير، وأوافق على رأيك يا كليبة. الحل هو الليمبي. الرأي رأيك يا كليبة. إذن لا يوجد حل إلا الليمبي. يا رجال فلنشرب نغب هذا الحل السديد. انت نمتي؟ هنودة اعطيني كوبلة. لمبي نحن في ورطة. بنتي ورطة ايه وربطة ايه؟ احنا اعطيني كوبلة. ده يا عفريت ده ازاي؟ سيد زيتون يا هريسة خادمك المطيع. خدام عنده. أعطني الصوت. ملقوع في الزيت والفلفل الحار. جثوث، شفت جثوث. سأظل أدرى. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ أنا كده هتضرب فتحسوا يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لمبي أخذني يا لمبي. أخذني من بيت يا ست، ما أنا لازق جنبك أهو في الشجرة. بعدين بقى يا جماعة حد كلم لنا مأمور اسم قريش ولا حاجة. أتريد الماء يا لمبي؟ أبو الواجب. أنا أبو أمك. بص اسأل هذه الفتاة. اسأل. يلا. سهم يا لمبي. أيوة أنا. اسأل. يا عمي انت عملت صفات بالنخلة وسايبنا احنا ليه طيب كده؟ الله اغثني يا لمبي. اغثك انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني ما كان هيطلب كوبلة وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يعني في اللي هو عايزه. ما قلت لك مش عارف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهني من بطنك؟ انا لم اقل شيئا. الاصوات قادمه من بعيد. الاصوات قادمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ اغثنا يا لمبي، اغثنا يا لمبي، اغثنا يا لمبي. يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حمايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبة ولن ينقذنا منها إلا الليمبي. أجل، ولن ينقذنا إلا هذا الشاعر العظيم. أيوة أنا شاعر. أنا هو بنشعر في قصايد بينا يعني محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حماية بعوضة. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن انت شوية بقى يا حاج زيتون. وحتى لو حللي وثاقي، أنا ما روحش أغرب نفسي أنا وأروح أتخني في منطقة غير منطقتي. أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ ما أنا واقف هنا أهو بتذل باحترامي. أنت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ أجل، فأنت خير الرجال. عذابت
إني أشعر بالغير عليك يا لبي. إنه النساء النميصات، أعطني قبلة. لبي، لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون، إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجاراتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل، حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر، حل وثاقة. هذا يا جسوس، يا جسوس، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. لكني رجل ضعيف وفقير، أمشي بجانب الجبل. لمبي، أغثني يا لمبي. أنا إيه بنت هو أنت عم تعدي هي هتعود تبوديها كل شوية. أبا ما أنا جنبك أهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح أشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي المية ونزلها قدام بقي وقعدت أنا أطلع لساني عشان أشرب أنا والبيت، وهو ما سألش فيا وخد المية وراح بعيد. أروح أنا أشرب من الجبلين ليه؟ يجب أن تذهب له حيث ينصب في خيخة. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ينفخ في خده. بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا، اصبح للعبد شروط. ها، الشرط الاول اشرب ميه. اسقي يا سيد زيدون. اهو لقد قال لك العفريت اسقي، هذا العفريت الساحر. هات الماء. لبي، أغثني. بس 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 إيه ده؟ جملة منيلة اللي حفظها. هل من طلبات أخرى؟ أشل، أنا عايز أريد أن يعطيكنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي، والأول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة اوعى تكذب. ها؟ حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعطيك الهريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الدرانير. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط، نظرات انضبط في أغوار الصحراء جوه. وانا عايز اسالك سؤال يا عم هريسة، هو انت ليه لما بتشوف خريطة اللي جابه امي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسال؟ فانت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحرة دي كلها؟ ها الواحد لو خد له هنا بتاع قراتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملالين. اه والله، واحتمال تتعمل كيمباوند، تتعمل فيها كيمباوند. أما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال؟ يا للدار يا قطاع، يا قطاع شمالك أيها الأشوح، شمالك أيها الأشوح. ما السلام عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله أنا كنت أريد أن أنا أذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حق أرجوك أرجوك هتوصل إليك. أنا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وأرض، فقول لي بقى بالراحة كده عشان قدر أنت كمان نفس داخل ويعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ. قولي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قول لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحة بان عليك إن الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد، طب أنت بتشتغل إيه دلوقتي؟
لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم أحياء لأنهم عار علينا. ده سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركة يا حاج، كلك بركة. مش عارف أقولك إيه، إن شاء الله كده بإذن الله ربنا يكرمني وأخلف كتكوتة صغيرة آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تأذي يا رجل وتثرثر؟ يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا مخلصين على الصراصير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هناك، أذهب هناك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر أيوة سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين ثم تنحرف يمينا ثم يسارا ثم يمينا ثم يسارا ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل ثم يمينا ثم يسارا ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت بابا مصر ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة يلا جدها. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عمه 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 مصيبة يا عمه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبيو؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. حفظتك الآلهة يا لمبي. لا تقلقي يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. إيه عمو الله، كانت فين القبيلة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك؟ ككبش في ده يعني إيه، فاكريني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون إيه بقى وكلام فاضي؟ ده أنت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا إن أنا أروح هناك وأموت الأشرم ده، وأد الخاتم بتاعه دليل إن أنا قتلته. مرحى مرحى. الأشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، تبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك اللمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم الذي انتصر عليه اللمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا لمبي،
رفعت رؤوسنا أيوة الله، وعليت مقامنا أيوة الله، وحافظت على ديارنا أيوة الله. مرحى 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 بك أبو منة، أبو منة على دماغي ربنا يخليك أبو منة حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك إن شاء الله. بص بقى، مخدرات ومية هتبقى نازلة يعني شغل كفار كفار يعني، منها على جهن. إيه يا عمو؟ ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف، يلا خلصنا بقى. يا قوم. ايوه يا قوم، ما هو هم قاعدين، ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي بن بني مهروس. عمو عمو، يلا بقى قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. القارئ يا عمو، هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع ايوه انني ساحتضر يوم زفاف ابنة أخي هند، وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني طب أنا عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم. سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك يا قوم. لقد طلب مني الليمبي الآن أيوة. يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه وسأسأل هند. يا عم لن أرد عليك إيه؟ وأنا بكلمك في النبيض، سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوجك. سنتزوجك وصدق صدق صلي النبي صدق صلي بما يصدق صلي أبو أرمان صلي أمو يهدية صلي عقادر 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 زرخة بادت عقادر يديك قاترها عقادر شيلينين 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 وإعظمني شيلينين الحسة دهية شيلينين دوروا معايا إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون صبرا، ماذا نريد؟ نحن نريد كنز هريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه واحد يا هن؟ امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك؟ نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عماه ايه ده؟ يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع اننا سنتنازنا ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند؟ نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. شايفة؟ رأيت المياع في الكلام؟ والله يا عماء سأخذ هنودة ونتنازنة قليلا بالخارج. أيوة طول الشباب بقى، وانت عارف بقى، وحركات بقى، وشيطان شاطر، وانت سيدي الكفرين معارف. حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحيكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا نتأخر، لأننا سنتحدث
سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في سكر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي بي إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عند. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده؟ ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عندنا البعض احنا الاثنين، حس ان انت مش مفهم، مش فاهم منفصل بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك، أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام ما لعنا كون كنت بكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتداوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أيوه نعم. أغثني بالله علي يا أخي. بطلوا بقى ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا يا لمبي؟ إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشاكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بنا، لا تفعل ذلك. واخد بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخده كده على كورنيشة. لمبي لمبي، فاكر عم عبده؟ كان نفسي أخدك بقى على المقطم كده وأفرجك الميعادي. واخدك على الدائرة نتسبب بالليل أنا وأنت. بس واضح إن هنا مفيش خرطة طريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. أغفر لك. لا، أنا مش نبي ولا إله. يا حرامي يا حرامي، سؤاقة حرامي، ده سر الشعرية بتاعتي. لمبي، أكمل حديثك، أحب أسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا عايز اتكلم معاكي في المستفيد، ماشي؟ عشان يبقى خير في سلامه. وقولي لي ايه بقى؟ ماذا؟ سلامه في خير، وقولي لي خير في سلامه. حسنا، فهمت. كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافيه. كلام شنيل، يعني خير في سلامه وسلامه في خير. حلوه. ودلوقتي بقى انا رحت لعمه هريسه واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق. بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه الطرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول ده، انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعملي ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من ايدي زيدون اللئيم وانقذتني من ان اكون له اما. ونجوت من الاشرم وعدت لنا سليم. ايوه، انت هتتجوزين انا هتتجوز الاشرم. بالطبع يا لمبي. ايوه. او كيف ارفض يا ابن الكرام الطيبين؟ او كيف ارفض يا ابن الحسن المحسنين؟ أو كيف أرفض أرفض أرفض؟ يا بنت مالك يا بنت، بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي؟ والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى أنا عايز أعرف النظام عندكم إيه بقى؟ عشان خاطر إيه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا، يبقى أنا عارف إيه اللي ليا واللي عليكم، خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وأنا سأعمرها. ايوه، يعني انا هجيب الحطب والميتين وانتوا هتجيبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها، اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترن؟ يا طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره شطنا. طب انا مالنا لمبي؟ لا افهمك، دعني اكمل حديثي.
أفضل يا ست كنادي يا ست كلام. وأريد أن يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تتكلكلكي لا تتكلكلكي لأنني قد أعطيت عموكي 1000 دينار من أجل تظبيط الخيمة. يعني عايز يجيب لي غاز يبقى طبيعي أو بومبا يكون في أذن صرف قبل الخيمة كده يعني الدخلة. أتقصد ليلة البناء؟ ليلة إيه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخلة ليلة. أيوة هي الدخلة دي اسمها الدخلة على طول دي. هذا هم جدا. ايه عارفة الدخلة؟ نعم أعرف. ايه كنت بتزهى مع شباب كوريش وكده. كل ما أعرفه أيوة أن الزوج والزوجة أيوة يجلسوا وحدهم داخل الخيمة أيوة ويجب عليهم إحضار طفل. عارف الطفل بيجي إزاي؟ لا أعرف. أنا عارف الطفل بيجي إزاي، ولكني سمعت من بعض النسوة أن الزوج والزوجة يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة أيوة، ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريكسيشن ده الريكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل إزاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. أيوة يعني من إيه يعني؟ أنت تنفخ وتجيب العيل إزاي؟ طعام الزعرب. طعام إيه؟ طعام الزعرب ينفخني وأنجب طفلنا. عمي هريسة قال لي ذلك. أمه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام الزعرب ينفخ ويجيب عيل. نعم عمي هريسة أمه أنجبته هكذا. أنجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لنبي الزعرب. أنت مكسوفة من إيه؟ ده احنا بنتكلم بشوية خضار. طب بص بقى، أنت مش عمك هريسة جه من زعرب واحد؟ ها امك جابته من زعرب واحد. انا عاجلك في بيت الدخله معايا الزعربين. ليه ليه بيت ده انت طلعتي انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انظري الى الكرم. نظرك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم نوم عوج معوج. معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام وانا بحب البلح. يا لمبي يا ولدي انت الان من البيت. ماذا؟ ولا يجب ان تحضر اشياء معك. فانت مقبل على زواج والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر يا ولدي حتى نسال عنك. يا عمو انت لسه هتسال؟ ما انت خلاص شفت الدبانه اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهه. الهه؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة ب5 جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي ال5 جنيه؟ عبارة عن ديران واحد. الديران هنا ب25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوه إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوة. ولكني أعدك. أيوة. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو أنت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة طب حلو ده. المهم أنت في النهاية أنت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزاني؟ لقد كنت أضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وما هتجوزك أنت؟ هي أهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت.
طب خلاص بقى، لما تزمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. بقول لك ايه، فهمها ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده، ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخله. ارقصي له يا هند. انتوا كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه، البنات شارده كده اي حد. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، اتجرؤ ان تقبلها امامي؟ عندما اخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وتتعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى أوريك الضحيك. تعالي. ونعم الترب. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحته. صهن يا امرأة، صهن! واللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. أتظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغلتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريسة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. ريحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. Thank you.
على دماغ من فوق منا. عبال يا رب كده فرح منه تفرح بيها. مبروك يا ليبي. بص ده بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منا على دماغ ابو منا اللي انت بتعمله ده انا مش انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منا وساعتها هتتفرج على الدبايح. يا رجاله منورين. مرحبا مرحبا. الله يخليك الله يخليك. مرحبا. يا حاجة هريسه ايه اللي ما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ الفرح الناشب ده. اني احقد عليك لكنني اهنئك واتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك. نعم أريد أن أقتلك لكن عيني هن تمنعني. عيناها تمنعني. لم نفسك يا يا عم زيتون. أنا مش بص مش هطول معاك عشان أنت شكلك سكران. إنما أنا ممكن أقوم أعلم عليك بمنتهى البساطة وكده يبقى مات الكلام. إنما أنا بكرة الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هتقولي حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحوطه. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت خلص الناس دي ده شطنين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مصق مصق. قتله يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده. اقطعي علاقتك بيها. مالها زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا وعشرون امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيله الجمال. بخن بخن. مبارك يا لمبي. 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 خلاص يا جدعان. ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين عم ابو لهب. يا قوم يا قوم بكل افتخار سيدخل ابن الليمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم انت؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا الليمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج انا هنفتحنا. مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير.
لا انت عارف ان انا مش اني مش مصدق انه اخيرا جت اللحظه اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض وابقى عريس اللي بقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. اللي ناسا هند عروس. بتتسأل ان انت تبقى عروسه انه من صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي. كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه والمعدن في قلب الكوسه واحد عليهم. كنت اقول انت انا هتزوجك انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني جيت اللحظه وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى انت ايه بقى كلمين انت بقى عن ال كده جوه نفسية يعني خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة منين؟ انا بقولك انت جوه يعني خرج جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي يعني انت بعبعي ماذا تريدين ان تبعبعي؟ أجل إحساسي الآن وأمس. أجل هو إحساسي الآن وأمس. آه يا لمبي. أيوة هو ده شو؟ لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. آه يا لمبي يا ما انا قلبت امسيه دنيا كده ليه يا ست ده انا لو عنتحن عربي مش هسمع الكلام اللغه العربيه ده كله. انا اريد ان انا اتزوجك العب معاك عريس وعروسه. اه فهمتك. ايوه ولكن هناك شروط. انا فاهم دي كله بيحب قوي دنا النور والمشاعل دي. النور مطفي. النور اتقصد المشعل اليس كذلك؟ نعم اتقصد المشعل؟ اه المشعل اقصد المشعل وبعد مشعل في الطوابق وبعد كده صفت اللبن خلاص اللي جابوا امي بقى. خير في سلامه وسلامه في خير. الله ينعل ابو سلامه ده ابو خيرت. يا ست احنا عايزين انا وانت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي منحس الليله انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امي كمان معانا في الليله اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصه الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا. أيوة وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء؟ نعم على أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها عيطي عيطي وأمها أيوة عيطي كده ويسمعوا إن في راجل جوه. اي حاجه مداري بيها عارنا اللي احنا فيه. يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي. انا هقول لك على حاجه بس يا بنت. يجب ان انت تهب عليا وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل. فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلامه. انا عدنا من سلامك يا بنت. ادي امشي معايا. واعي يا بنت انت دليل عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي والان اغمض عينيك يا لمبي. اه تعال انا حاسس ان انت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكون. والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول. وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى بلى أقدم لك
هريسة الصنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. إت. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي، وما أدرك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم، ده إيه؟ ده كبير فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل، فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي، لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتو. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر احذر، ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ ده أنا بلعب معاك، ده عامل زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنز. أنت ما تعرفش. أنا مش هاجي غير على الكبير الأحبل اللي فيهم ده. احذر يا عم. احذر يا لبي، احذر. إنني أتبرع منه. يا قوم يا قوم، تعالوا وانظروا. أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان؟ في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا عيال كفار الملاذيع؟ انه يصفنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من اتى به الى هنا. اقتلوه. وانا اضم صوتي الى صمتك.
هتحرضهم على قتل يا لمبي. معلش انا عايز اعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم ايدك. عمو عمو الشاهد. طيب الشاهد. طيب الشاهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الشاهد اشهد الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. جدي اما انت فلترحل غدا. لا فلترحل اليوم. لا فلترحل الان. ده انت حنفي حنفي مفيش كلمه خالص يعني حصل حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كياده كده وقعد افركض نفسك مستخيف انت كده قوي بالكذب بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجاله بعض. ماشي بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو. يا قوم يا قوم يا قوم هريسة ابن عبد المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه. ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. وخدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني. كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر. ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال. هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. إلا عم ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا عما قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حاسسين أن أنت مراتي وخايفة على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك لن أعرف مكانك. انت بقى اريد
مية؟ عطي 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 كوباية مية. سأحضر القربة. القربة انت عتسقى عنا البعوض الكوباية. وما هي الكوباية؟ لا عم انت فيك حيل ترعد. عم تسعى تعرف معلومات. ده انت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده. اتهني. من 12 الدور لحد العشاء وإحنا قاعدين قاعدة تستولد. أريده. أيوة. أريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قولي الكنز فين بقى؟ خليني أخلص ده. إيه يا عمو الديناصور بيخلص ولا إيه؟ طب قولي زي ما أنت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا إيه؟ عمو 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 ما هذا؟ ما هذا؟ يا بشي بدد العلامة العلامة خلاص الكن العلامة سكة الندى المفتاح ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا الندى الكنز؟ إذن هيا بنا هيا بنا هيا الندى هيا السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكان وفاشا إنه يفرفر بالداخل يا سيدي إذن فقد قال لك عن مكان الكنز أشر إنه قال لي على مكان الكنز إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز هيا إلى الداخل أسرع لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب والماز واليقوت وباو من اخويا خش جوه يلا نو فين دي بعد وقتي الديانة اجري يا بنت اجري بقى يا الهي لقد هربوا بالسر وضاع الكنز طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه أخرقوا دمروا خربوا لا تتركوا امرأة على قيد الحياة شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائماً تعجبني لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز أنت انظر إلي هل رأيت رجلاً مسرعاً مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله إنه قوض سديد ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده إذن اذهبوا إلى أبي ذهب إنه أقذركم وساخة
إنه رجل أبله وهكذا زوجته. هيا بنا هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني؟ تعرف ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي نحن في المطاردة. اجري. حنمي. ماذا نفعل الآن لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي 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 تخبي. أنا أشك في هذا الباب، هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي؟ المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ المفتاح. المفتاح ده هو.